يبدو أن الأهل المصري لا يستطيع مفارقة الألقاب، والأكثر من ذلك أنه لا يستهين بها، فإن ظفر بأغلاها نال ما يريد، وإن لم يفلح راضي بأي لقب، لأنه إنجاز جديد. زكريا بن هباج. عاد عملاق أفريقيا ليمضي مجددا في سجل إنجازاتها، فكان التوقيع متعب والسجل ملعب القاهرة الدولي بشهود على الحدث بلغوا 40,000 متفرج حضروا إياب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي أمام سيوي سبور الإيفوري. مباراة الذهاب انتهت لصالح أصحاب الأرض بهدفين لهدف، ومباراة العودة كانت تتجه للتعادل السلبي الذي يسمح للإيفواريين بالتتويج، لكن عماد متعب سجل هدفا قاتلا في وقت المميت قضى به على أحلام الخصم، فزف خبرا سعيدا للأنصار. فريق القرن يبتعد في صدارة أكثر الأندية حصدا للألقاب القارية في العالم بعشرين تاج زينتها أول كأس للاتحاد في تاريخ الكرة المصرية. فعاد الأهلي من جديد للكأس الأفريقية الممتازة التي نالها 6 مرات ببطاقة رابطة الأبطال. فهل تبتسم السوبر للأهلي مرة أخرى أنها اعتادت على بطل أبطال القارة؟